قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم أنها أمور مشتبهة، يعني بالنظر إلى الناس. وهنا ينبغي أن لا يختلط الفهم الصحيح لهذا الحديث بالحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فإنه أثبت وبين أنه ترك الأمة على محجة بيضاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وهنا ذكر أن هناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فلا إشكال ولا تعارض بين الحديثين، لأن الحديث الأول وهو أنه ترك الأمة على المحجة البيضاء هذا باعتبار الأدلة ووضوحها في الدلالة على الحق، وهذه هي الحجة البالغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بها الحجة على الأمة. وأما حديث النعمان بن بشير فإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقسام الناس باعتبار فهم الدين. ومعلوم أن القسم المشتبه أن الاشتباه لم يأتي من جهة الشارع وعدم بيان الحق، وإنما جاء الاشتباه من جهة ضعف الناس، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كثر وبأنهم كثير من الناس لا يعرفون هذا المشتبه. فالضعف جاء من جهة الخلق ومن جهة الناس، وأما من جهة الدليل فإنه لم يبق شيء مشتبه في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا إنما يعرفه أهل العلم الذين عرفوا الدين والذين قامت فيهم الحجة على الخلق. وأمر الله عز وجل العامة أن يسألوا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون ما يشتبه عليكم وما يخفى عليكم. فدل على أنه لا يمكن أن يسند إلى أهل الذكر السؤال ثم لا تكون الإجابة موجودة، فدل على أن الدين واضح وبين ويعلمه أهل العلم، وإنما يشتبه على بعض الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس أيضا لا ينبغي أن يفهم من قوله كثير من الناس أن أكثر الناس لا يعلمون هذا، وإنما قال كثير من الناس. قال العلماء لم يقل أكثر الناس وإنما قال كثير من الناس، وقد اختلف العلماء في الكثير، فقيل إنه ما زاد عن الثلاثة فهو كثير، وقيل ما وصل إلى 300. والمقصود أن كل جمع اجتمعوا فقد يقال أنهم كثير بالنسبة لغيره لأن الأمر نسبي، فالثلاثة هم كثير بالنسبة إلى العشرة لأنهم يقاربون النصف، الأربعة قريب كثير بالنسبة إلى العشرة لأنهم يقاربون النصف. ولهذا قال بعض أهل العلم يجهلها كثير من الناس ويعلمها كثير من الناس، ولكن هل الأكثر من يعلم أو يجهل؟ هذا لربما كان يختلف بين العصور التي ينتشر فيها العلم فيكون أكثر الناس يعلمون هذه الأمور وقلة قليلة من الناس يجهلونها، وهذا مثل ما كان في عصر الصحابة، فالعلم منتشر وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذه الأمور وقد تخفى على بعضهم. وأما بعد العصور المفضلة فقد يفشو الجهل ويكون أهل العلم قلة بالنسبة لأهل الجهل. المقصود أن الاشتباه هنا جاء من جهة الناس المخاطبين بالشريعة لا من جهة الدليل وخفائه على الناس.